تحياتي لكم متابعي الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم. وصفة اليوم هي تحلية باردة كتير سهلة ولذيذة، وبنفس الوقت مكوناتها مانا صعبة أبدا. وهلأ بقلكم كيف ممكن نتخلى عن بعض القصص. هلأ هون عنا بسكويت سادة، فينا نستخدم من 250 غرام ل 300 غرام. إذا الصينية وسط بتتحمل، صينية الباركس الوسط بتتحمل 300 غرام، إذا الصغيرة 250 غرام بيكفي. أي نوع بسكويت، حتى إذا نوعين مع بعضهم بيمشي الحال، إما منطحنهم محضرة الطعام أو منحطهم بكيس نايلون ومنضربهم بالشوبك أو أي أداة حتى يصيروا مطحونين تماما. لما ينطحنوا منضف لهم ربع كوب من الزبدة بس مندوبها، يعني شي 4 ملاعق، وثلاث ملاعق من المي العادية من الحنفية يعني. وإذا ما عندكم محضرة طعام كمان بتحرقوا كون عادي بالملعقة. هون منشغلها شي كم ثانية حتى ينخلطوا كتير منيح، وبعدين هلأ بدنا نوزعهم بالصينية. أنا استخدمت الصينية الحجم وسط البايركس، ما في داعي ندهنها بأسفل بشي بما أنه فيهم زبدي. إذن هلأ بفضيهم ومنوزعهم بالصينية، بس هيك منسوي السطح، ما في داعي نكبسهم كتير كتير منشان ما لما يبردوا كتير بيصيروا بقى بيقاسين وبيصيروا يلزقوا بأسفل الصينية. ما في داعي كتير نكبسهم، بس إنه عم نرتبهم ترتيب. إذن بس هيك مشان ياخدوا شكل ناعم وحلو. هلأ إما بنتركهم على جنب أو بالبراد. وهلأ بدنا نحضر كريم شانتي. عندي ظرف هاد جاهز فيكن تستخدمه، وأفضل طبعا الكريم شانتي اللي بيكون بيجي فرط بالبذورية، بيجي بالوقية، بيكون من دون سكر. هلأ هون لأن هلأ بدي ضف لهم هدول 3 أرباع الكوب، ضفت لهم 3 أرباع الكوب من الحليب بس طلع متلج كان بالفريزة، أو من الماء البارد جدا. تمام، بدنا نخلطهم. كنت عم قلكم أنه إذا استخدمتوا الكريم شانتي المانو محلى أفضل، لأن بدنا نضف له كريم بودرة الكريم كراميل، لأنه اثنيناتهم حلوين إذا ضفناهم لبعض بيطلعوا زيادة حلوين. تمام، إذن هلأ عم ضيف ظرف اللي بيكون بعلبة الكريم كراميل البودرة، بيعطي طعمة لذيذة للكريمة. وإذا ما بدكن يعني إذا عندكن ظرف الكريم شانتي المحلى ما في داعي تضيفوا الكريم كراميل، طعمته طيبة وما أحلى. تمام، إذن هدول الخيارين فيكن تتخلوا عن بودرة الكريم كراميل، بتضيفوا كريم شانتي لوحدة إذا حلوة، إذا ما أنا حلوة بتضيفوا لها ظرف كريم كراميل، بيطلع التحلية ممتازة وطعمتها طيبة كمان. نخلطهم مع بعض، وهلأ بدنا نوزعهم فوق. هلأ صار عنا الكريمة الكراميل، يعني كريمة الكريمة شانتي بطعمة الكراميل، منوزعهم فوق البسكويت كلياتهم، ما منخلي شي للزينة أو شي. إحنا اليوم بدنا نزين أو نحط موز، لذلك ما في داعي. إذا منوزعهم كلياتهم ومنسوي السطح، وآخر شي بنمسح أطراف الصينية بمحرمة نظيفة ومنحطهم بالبراد، لأنه بدنا نحضر هلأ صوص الكراميل، لأن بدنا ندوب السكر وبدنا إياه كمان حتى يبرد أو على القليل يصير فاتر، لذلك بنحطهم بالبراد. هلأ فيكن تستخدموا نصف كوب من السكر، أنا استخدمت كوب بصراحة الكمية منيحة، يعني نص كوب أنا عم بقلكم بكفي كمان منشان ما تطلع كتير يعني حلوة. هاي الكمية بتكفيكم، بتشيلوا منها شوي مثلاً لوصفة تانية. المهم نص كوب كافي. هيك أول منحطه على النار وسط، أقل من الوسط بشوي، ما من المسألة حتى يبلش السكر تشوفوه صار يدوب منحركه، ما منضل نحرك لحتى يدوب كل السكر، يعني ما يبقى منه شيء أبداً، ما منشوف ذرات السكر بقلب هذا اللون، لأنه أحياناً بيشوف الواحد هيك لونه صار على أورانج بيفكر إنه دابه، لا بيكون في سكر بقلبون. هلأ منجيب نص كوب من المي المغلية سخنة كتير، نص كوب نفس الكوب اللي عيرنا فيه السكر. إذن إذا بدكم تضيفوا نص كوب من السكر منضيف له نص كوب من المي المغلية. تنتبهوا كتير منيح، هون كتير بيطلع بخار سخن، بيكون ساخن كتير. هلأ ما منضيف هاي المي والنشا لحتى يدوب السكر، لأنه بده يرجع يتكتل لما ضفنا المي، بس ما بيعذب كتير لأنه المي سخنة. هلأ هون عندي كوب كامل بتضيفه بالحالتين، سواء ضفتوا كوب سكر أو نص كوب سكر، كوب كامل من المي العادية من الحنفية ضفت له ملعقتين كبار من النشا، بدوبهم كتير منيح وما بضيفهم لحتى يدوب كل السكر اللي تكتل بقلب يعني الطنجرة.
تمام. لما داب كل السكر منضيف المي والنشا وفورا منضل نحرك، هيك ما بيطول لحتى يرجع يغلي، بيكون عقد وبيصير قوامه سميك شوي. اذا طول الوقت تحرك هون رش صغيري، يعني شيء انه كم ذره ملح، بيقولوا هيك كتير يعني ظريفة لصوص الكراميل. اذا هيك منحركهم لحتى يغلي، تمام. شايفين بلش يتقل هيك، هلا منشيلهم يعني لسه لما يبردوا بيتقلوا كمان، منفضيهم بصحن. شايفين كميتهم، لان الكوب كميته كتير منيحة، يعني تقريبا ملات هذا الصحن. وعلى الحالتين رح تطلع الكمية كبيرة، بس لما تكون نص كوب سكر بتكون الحلاوة اخف. اذا نتركهم حتى يصيروا على القليلة فاترين، يعني إما باردين أو دافين شوي. هلأ صاروا فاترين، بجيب موزتين. أول شيء أنا جربت موزتين صغار، قطعتهم دوائر، كان ببالي إنه رح يكفوا يغطوا كل السطح، طلع لا، لأنه صغار يعني استهلكت لسه تنتين فوقهم، بس قطعتهم بالتدريج. كل ما احتجت وحدي برجع بقطعها. منجيب هلأ الصينية ومنرتب دوائر الموز على السطح، وعلى فكرة فيكن إذا ما بدكن تعملوا صوص الكراميل وبتهكلوا همه، يعني مثلا وعندكن علب كراميل قديمة فيها هاي الظروف اللي بيكون فيها صوص، بتحطوا ظرفين فوق الموز وبيكفوا وبلا هاي العملية تبع الكرملية، تمام؟ إذا عندكم حتى ظرف واحد أحياناً بيكفي. أنا عاملة وصفة قبل هالمرة إذا انتبهتوا فيها موز، حطيت الظرف تبع العلبة الكراميل اللي بيكونوا بعلبة الكريم كراميل، تمام؟ شايفين إذا هلأ هاي رابع موزة بقطعها وبوزعها، ما بقي منا غير نقطة صغيرة آخر واحدة، يعني آخر قطعة صغيرة. كل إذا أربع موزات صغار، لأنه هاي البايركس للوسط. شايفين هلأ هدول الصوص الكراميل اللي حضرناه كتير لونه ظريف وحلو، منوزعون وفعلا طلعوا كتار، يعني من لذلك عم بقلكم انه بيكفي نص كوب سكر او من يعني طلعت سماكتهم منيحة. تركتهم هلأ منوزعهم، منميلهم هيك شوي مشان يصيروا على كل الجوانب، منميل الصينية ومنحطهم بالبراد شي ساعتين ثلاثة. انا خليتهم هلأ عم اشتغل المساء، خليتهم لتاني يوم، قلت بشرب قهوة، اشرب قهوة معهم، تمام. هون ضو هلأ شايفين، يعني ضو شوي شمس فيه وعيني على هلأ، وأنا عم قطع عيني على القهوة على النار، لذلك المفروض كنت قطعتهم 9 قطع، قطعتهم 6 قطع كبيرة، فهي ببساطة بيتقطعوا 9 قطع بهاي الصينية. عيني على البوتاغاز خفتت فور القهوة. إذا هاي القطع كبيرة، هدول 6 مفروض مثل ما قلت لكم بتقطعوا 9 وببساطة يعني، ومنظرة كتير ظريف وطيبة كتير لذيذة، وخاصة بالبرد يعني بدنا شيء هيك حلو سريع ما بيعذب أبدا أبدا، ما بده فرن ولا بده شيء. قلت لكم فيكن تستغنوا عن بودرة الكريم كراميل، حتى فيكن تستغنوا عن صوص الكراميل اللي عملته آخر الشيء. إذا عندكم ظرف الصوص اللي بيكون بعلبة الكراميل، ظرفين أو ظرف واحدة بيكفي. وهي وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم أحبائي. إذا حبيتوها بتمنى تدعموني بلايك، وإلى اللقاء مع وصفات جديدة بإذن الله، وألف صحة وهنا مني. أنا هنا.